جاهزين؟ جاهزين؟ يلا توكلنا على الله. لا مالا هذا السنة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا. حياك الله. يعطيك العافية. بارك الله فيك. يا مرحبا وسهلا. حياك الله. حياك الله. تفضل. كأنكم متذهبين. متذهبين نعم. تمام. اليوم احنا نقول للمشاهدين ان راح نقوم برحلة رمزية على سفينة من السفن اللي اول سافرت وراحت وجدت سفينة قديمة. موضوعنا اليوم الرحلات البحرية القديمة، وموضوعنا راح يكون مع النوخذة. النوخذة هذا قائد السفينة وقد يكون مالك السفينة، فراح يكون معانا اليوم النوخذة علي بن محمد الغيلاني، وهو اللي راح ياخذنا في هالجولة. بنرجع معاه قليلا للقديم للتاريخ. ابو محمد احنا بنطلع معاك، سمعتك تعطيهم اوامر. تعطي اوامرك لمن؟ المقدم، المقدم البحارة اللي يسمى مقدمة. مقدمة نعم. وهو اللي يعطي الاوامر للبحارة. هو يعطي الاوامر للبحارة. زين، احنا من خلالك ومن خلال هالرحلة والشباب، كيف حالكم شباب؟ حياك الله. بنكون معاكم ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. يعني من خلال هالرحلة بنعطي فكرة عن كيف كانت الرحلات اول. توكلنا على الله؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. بسم الله. تفضل تفضل. محمد، طبعا احنا نحكي على السفر زمن الشراع، وسفينتنا فيها شراع. الان هم بينزغوا شراع، يعني يعلوا الشراع على اساس خلاص تبدا الحركه. نعم. طيب ايش اللي لازم تكونوا مذهبين قبل نزغ الشراع؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. اول قبل كل حاجه نذهب البحار يكون جاهزين، كل حد باختصاص عمله. نعم. يمدوا شراع يربطوا على الفرمال، السفينه تكون جاهزه، ينقفوا الباوره، بعد ما ينقفوا الباوره ينزغوا شراع. نعم. الباوره اللي هي المرساة. المرساة. نعم احنا نقول باوره. اي ترفع على اساس الحركه تكون مرنه. نعم. زين. أنا ملاحظ أيضاً البحارة عادة يتوزروا، وأنا توزرت شروان اليوم. نعم. ليش الوزارة؟ هل هي نوع من نعم نعم الوزارة لها دور. الوزارة هذا يعني يوسخ ثياب اللي تكون موجودة، يكون وسخ في الوزارة. زين. ويكون الوزارة يغسل أي وقت ويلبسه فوق جدايته. أي. لأن السفينة فيها بعض من الأشياء تكون. أي نعم. إذا تتأثر بالوسخ يكون. أي. الوسخ في الوزارة ما يكون في جدايته. هذه مهمة. هذا مهم الوزارة. المهام متوزعت الآن. نعم. يعني كل حد عارف مهمته. نعم. الآن الشباب كل حد عارف المهم. نعم. نعم. إذا بننزغ شراع. بننزغ شراع. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سليمان. نعم. جاهز شراعك؟ جاهز. نعم. يلا توكل على الله انزغ. فوق فوق شباب. فوق. يبي ربنا عيونك يا رسول الله. عليك بالهادي طالبين الله. فوق. فوق. عليك بالهادي طالبين. طلبنا عيونك يا رسول الله، عليك بالهادي طالبين الله. يلا خذ يوش، خذ يوش. ابو محمد، يعني اباك تتذكر اول حالة السفينة داخل عندكم مسافرين، عندكم عبرية وعندكم ايضا البحارة. بس قبل هذه احنا طلعنا قبل شوية ونزغنا الشراع. نعم. تحركت السفينة. نعم. كيف تتجه السفينة؟ يعني الآن هذه حالة الشراع، هل ممكن يصير في الجانب الآخر؟ يصير. يعني كيف تقيسوها؟ حسب الهواء. زين. إذا الهواء الحين من قدام. ايه. الشراع لازم يكون يوش قدام والديمان ورا. زين.
اذا شراع لا الهواء جاي من وراء هذا يوش ينبه ينسم الديمان ويصير هو يا هوم حسب الهواء. نعم. شوف شراع مثلث حسب ما الريح ما يطلب الهواء. هذا يوم يقول المثل تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن. صح صح هذا الكلام. نعم. هذا معروف ترى. فهني اذا كان الهواء من قدام يكون لازم الشراع قدام. نعم نعم على هذا الحال. واذا كان الهواء من الخلف. نعم. فيكون شراع مربع يعني. نعم. يسموه ياهوم. نعم. هذا الحين مخور وهذا يسموه ياهوم. نعم. ينبه اليوش من هناك وياخذ. نعم. على الديمان ويمشي السفينه. العناصر الرئيسيه في السفينه لحركتها الدقل الساريه. نعم. هذا دقل. زين. وهذاك فرمال. والعمود الثاني ايش اسمه؟ اليوش. هذاك اليوش الحبل هو اللي لكن هذا هناك راس الفرمال من قدام يسموه. زين. هذا اليوش يكون. شوف هذا اليوش. هذا له دور. زين. وهني حبل نوع يسموه الخمراوي له دور. ايه. هذا يكون مقدمة الفرمال ينكس على تحت. الحبل الاخضر هذاك يسموه براي. زين. هذاك هذا توازن مال الفرمال مال توازن الفرمال. ايه. قدام يمين وشمال. هذه ايش اسمها؟ هذا فرمال. هذا فرمال. نعم. تمام. وهذا الشراع. هذا اجزاء تشوف هذه يسموها شاريه. ايه. هذا يسموه داسي مال شراع. هذا يسموه داسي مال شراع وطحن. كل شيء ولي شيء. هذا يوش. شوف يكون يوش موجود احيانا. نعم. يكون يوشين في حبلين. نعم. يعني يكون لها والديمان يكون وراه في المؤخر اسمه ديمان. يعني على بساطة السفينة. نعم. الواحد يشوفها بسيطة. طيب. لكن مش قطعة إلا ولها اسم. لها اسم. ولها دور في ولها السفينة. ولها دور. الحين هذه اللي عياريات لهن دور. هذاك عياري هذا. طيب. عياري هذا يسمى صباحي. هذا يكون في المقدمة. هذا له دور لما ينزغ الشراع يربط في نص الشراع يشيله. لما تكون أرياح. والسفينة ما تكون بشرعة ماشية ثلاثة أربعة ما تتحمل. يربطوا فيه يجيب اسمه مثلث. نعم. يربطوه على حلق الدقل ونزغوه بشراع مصغر صغير على اساس الهواء يكون السفينه تكي بالسكان الساريه مالها. نعم. فقط. الحين هذه السفينه اولا ايش نوع هذه؟ ايش تسمى؟ هذا يسموه عندنا احنا هنا يسموه شوعي. شوعي. نعم. زين. فيها شراع واحد. نعم. لكن هل وارد انه يكون فيها اكثر من شراع؟ هل حسب ضروره السرعه وغيرها تركبون اكثر من شراع؟ نعم اذا كان السفينه اكبر من هذا الحجم. نركب شراعين ودقلين. اذا اكبر من هذا الحجم. نعم. اما بالحجم هذا شراع واحد. نعم. يعني على حسب نوع وحجم السفينه. على حسب السفينه ونوع السفينه. نعم. اذا السفينه كبيره نركب. ايه. شراعين. نعم. واذا السفينه لا صغيره فشراع واحد. نعم. تمام. هذه اللي هي خلينا نسميها المحرك. نعم. او الماكينه اللي تمشي السفينه. قوة الدفع الشراع على الهواء الشراع. واللي وراء في آخر شيء هذاك سكان. سكان هذاك الدفع يسموه. عالميا علميا اسم الدفع. ايه. لكن احنا نسميه السكان. نعم. واكثر في الخليج يسموه السكان. نعم. هي يمكن يقصدوا بها الدفع عادي اللي عقل تحت. السفينة. لا لا. لا لكن هو ذاك العقل مال السفينة. ايه. اللي يوجه السفينة يمين يوجهها شمال يوجهها. نعم. تريح تروح للخلف تروح. نعم. أي مكان. نعم. فعقل السفينة يكون في السكان. نعم. اللي ماسك السكان يكون عقل السفينة. نعم. يعني قبل لا تسافروا انتم عارفين كم بتقطعوا من المسافه ولا على التساهيل وعلى الريح؟ يعني مثلا انتم بالسواحل او تبوا البصره تعرفوا بالضبط كم يوم بتاخذوا؟ والله احنا سافرنا في البصره لان لما نسافر البصره حسب الهواء خضنا من نيل منصور الى البصره 40 يوم شهر و10 ايام. هل بالضروره في كل سفره بيكون انا 40 يوم؟ لا ممكن 30 ممكن 14 ممكن 10 حسب الهواء. وهل تفرق الروحة والردة؟ لا هني سؤالك صح واضح. سؤالك هني حسب الهواء أنا أقول لك. أيه. فأيام الصيف مشي شمال. لأن حنمشي من الجنوب للشمال. نعم. فيكون الهواء قليل ما في هواء. الشمال اللي هو ريح الشمال. أيوة حنعتمد على الريح. نعم. في الشتاء يهب الشمال. أيه. لما يراجعين من البصرة ناخذ 5 أيام. شوف المسافة بين 40 يوم بين 40 يوم وبين 5 أيام من البصرة إلى صور إلى صور 5 أيام أيوة ومنصور إلى البصرة 40 يوم
حسب، لان هني لما يكون الهواء ضدنا معاكسنا الهواء ونمشي، وهناك البحر في مايل يسمى تيارات مائيه احيانا تكون معانا واحيانا تكون ضدنا. يعني في المكان اللي صابحين فيه نمشي مسافه، نهار ثاني نرجع بنفس المسافه، ليش رجعنا؟ رجعنا المايه. المايه باللهجه المحليه معناها كوسيه وشماليه. الشماليه اللي هيتي من الشمال واتجاه الكوس، والكوسيه تروح من الكوس للشمال. لما حن رايحين للبصره وتكون المايه ضدنا شماليه فالسفينه ما تمشي، يعني مكان اللي تصبح فيه تمشي فيه. لكن لما يكون الهواء كوس نقطع المسافه ونمشي فيها. يعني ممكن تمشوا قدام 20 كيلو وتردوا 5 ممكن. يعني احنا تكلمنا عن حركة السفينة، كيف تحرك كيف تمشى. المكان في هذه السفينة ومثلها واللي اكبر عنها واللي اصغر عنها، انا اتخيلها مثل البيت، يعني شيء مكان غرفة وشيء مكان جلوس شيء مكان وهكذا، يعني ما بتكون مجرد احنا نشوفه مكان واحد مسطح. صح. لكن اعتقد الاقسام اكثر من كذا. صح. يعني وين الاغراض؟ وين الناس تقعد؟ وين كيف تقسموا الناس حتى اللي يشتغلوا في السفينه؟ شوف انت ذكرت وقلت اجزاء في السفينه. اسمع، هذا القيامي يسمى، شوف هذا يسمى قيامي. أيه. السفينه الكبيره هذه صغيره. أيه. يسمى ساري. واوطى عنا شتري. زين. هذا الشتري يكون مسطح. غرفة تحت. الشتري هذه غرفة. أيوة غرفة. زين. لكن الشتري هذا كله فيه سحاحير مال البحار، كل حد بسحار بسحار على اليم. البحار ما له حق يعد الساري هذاك وراء، ما له حق. له من الساري من المقدمي هذه إلى قدام. أيه. هذا مكانه. ليش ما له حق؟ ما له حق لأن هناك النوخذة. أيه. وربع النوخذة ولا مع النواخذة. الحق في حالة لما يكون يمسك زام. أيه. البحار إذا كان 20 طاقم السفينة. أي. 10 يمسكوا زام. أي. غباش يسموه الصباح. أي. وزام واحد عشواني العشاء. مناوبتين. لما يكونوا البحارة هذول البحارة فيهم 3 سكونية. أي. اللي هم يمسكوا السكان. نعم. والباقي السفينة اللي هم يزلخوا السفينة تسوي ماي بحر. نعم. هذول يؤدوا أواقفهم يكون موجودين فوق الشتري أثناء الليل. وأثناء إذا كان له عمل بيفتح سحارته ولا شيء. لكن وقت نومه ما ينام من هنا، ينام من أخذ، ينام هنا. أيه. ينام على 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 كل واحد ماسك المكان معروف فيه. طب في حالات، بعض الحالات صعبة، في أمطار، في رياح، في كذا. نعم. يعني ما يحق لي يروح داخل لي ينام؟ لا، في الأمطار يحق لها. في الأمطار فيها طرابيل تسوي السفن. زين. لها طربال من قدام يكسوه إلى وراك، لها طربال. وأيضا وراء نأخذه طربال. نعم. هذه يعني حركة جماعية لما تكون الأرياح ولا العواصف ماشي ميزة النوخذة ولا بحار. نعم. يندمجوا مع بعض. نعم. ويكون العمل كلهم معهم واحد. نعم. بالطريقة هذه. نعم. حتى يكون تواجههم عاصفة. حتى تنتهي العاصفة أو الريح هذا يكون أمطار فيه وأشياء فيه. ويا ما سفن ما غابت، ويا ما سفن غرقت، ويا ما ويا ما، يعني في أشياء كثيرة. نعم. وسببها هذا. نعم. يعني إذا بغينا نقسم مثل ما يقولوا اليوم الإدارة. نعم. في أي مؤسسة، وهذه مؤسسة متحركة. نعم. وبغينا نقسم الإدارة هذه، رئيسها النوخذة. نعم. أحيانا النوخذة هو قائد السفينة، أحيانا هو قائدها ومالكها أيضا. نعم. في نوعين. في يكون قائد السفينة ومالكها. وفي لا، النوخذة مالك السفينة، وفي نوخذة بالإجر اللي هو ما أخذنا بالإيجار. نعم. أما الأوامر اللي تصدر من مالك السفينة لما يكون موجود. لما يكون مالك السفينة ما موجود يكون من النوخذة اللي يصدر الأوامر. يصدر الأوامر من المقدمي. البحارة 20 واحد. واحد يسموه مقدمي. هذا مقدمي مسؤول عن البحارة كلها اللي موجودين. إذا عنده أوامر النوخذة يصدرها للمقدمي، يقول نريد كذا نريد كذا نريد كذا، خلاص هو هذاك المقدمي ينفذ الأوامر اللي جاي من النوخذة. نعم. يعني إذا تخيلناها اليوم وإحنا نقول هذا تقسيم إداري، النوخذة هو المدير والمقدمي هو رئيس القسم. نعم. والبقية موظفين. موظفين. إذا قسمتهم إداري. نعم. يأتمروا بأمره. نعم. نعم. وفي حالة إن يعني أنا بفرق بين النوخذة وبين الهنقري،
بين التاجر. آه تاجر يعني مالك السفينة. راعي السفينة. نعم. ما بالضرورة راعي السفينة يسفر فيها. شوف هو مخير راعي السفينة. إذا كان عنده ثقة من النوخة ذي اللي مسافر مخير يسافر، وإذا لا ما مخير يسافر أيضا يسافروا باثنين التم. لكن في أثناء وجود النواخ باثنين التم المالك في السفينة والسفينة تحرك مالي شغل، يكون الآمر الناهي النوخة ذي. النوخة ذي الآمر الناهي، النوخة ذي اللي يعطي المياري، النوخة ذي حتى توصل السفينة البر. حتى ما تختلط الأمور. مثلا عندك الآن النوخة ذي جاي من البصرة، عندنا خور يسموه خور يراما، هذا معروف. هذا مينا طبيعي، لو تدخله وتشوفه تكون تقول مينا طبيعي. لما تجي السفينة بشراع نأخذ الحلال، ما له ديمان يوش قد أبدا إلا يا الأوامر يطلقوه من نأخذ اللي مسافر، نأخذ اللي هو مستأجر. نعم. هذا النأخذ هو الأمر ناهي حتى ترسي السفينة. نعم. من ترسي السفينة أي شيء بيع وشري حركة مال عذي ما النأخذ ذاك ماله، النأخذ المالك يتصرف بالسفينة. خلاص هذا رفع إيده وهذاك هذاك يتصرف في ماله. فأثناء سير السفينة نعم. يكون النأخذ هو المسؤول عن السفينة. ومقدمي مسؤول عن البحارة. تمام. كل شيء مرتب على شيء. نعم. طيب وين موقع النوخذة من السفينة؟ الموقع اللي دائما متواجد فيه. الصندوق هذاك شايفينه وين الدفة؟ ايه. في المؤخرة. ايه. هناك تكون موقع النوخذة. ايه. السفينة في المؤخرة. كيف بنجلس انا وياك؟ تفضل. حياك. موقع النوخذة. نعم. وهذا موقع راعي السكان. نعم. يعطيك العافية. حياك الله. وهذه هذه بعد المكاين. لا هذه بوصلة هني تكون. هذه أول بوصلة. مكان هذا بوصلة. أي. البوصلة فيه هي اللي تحدد مسار السفينة. اتجاه. اتجاهها. نعم. في لها مثل 32 نجم في البوصلة. مثل مطلع الشمس سمو مطلع. أي. مغيب الشمس سمو مغيب. أي. مغابلة إياه ومغابلة القطب. إياه شمال والقطب جنوب، فأربع الاتجاهات. أنت لما تعرف الحين لما تكون في بحر ما تعرف. صح. إلا بالأربع الاتجاهات. نعم. أنت مسارك وين؟ جنوب. تعرف تقبض النيم اللي هو في الجنوب. من يخبرك من النيم اللي هو اللي يقوم أنت تمشي جنوب؟ تخبرك البوصلة الديرة. أي. تشوف الاتجاه فيها. تمام. هي 32 نجم، فيها 16 نجم. إن بغيت للجنوب 16، بغيت للشمال 16، إن بغيت للمغيب 16، إن بغيت للمطلع 16. حلو. بعدنا نبقى ناخذ الصورة اللي داخل السفينة العبرية. المسافرين وين جلستهم؟ كل واحد حيث يبقى يجلس؟ العبرية لما سافر أكثر السفن، أول لما سافر الشراع سافر السفن الشراع سافر إلى أفريقيا. عفوا كيف ينول أول شيء يوم بيجي يبقى يسافر؟ كما قلت أفريقيا. نعم. إيش المطلوب منه؟ يبقى يسافر راعي السفينة. في ناس يعرفوا موسم السفر يعرفوا لأفريقيا متين. زين. هو من شمال الشرقية معظمهم كانوا يسافروا من هنا. من هنا. ومن محوت. ومن محوت. بحر حد. ومن محوت. نعم. محوت بدان كبار. عندهم بدانة سفارة كبار. نعم. لكن أكثرهم يسافروا من هنا. زين. يسافروا من هنا بطريقة الإطمئنان بالله سبحانه وتعالى. السفن تكون كبيرة. وبعدين يكون يعني المسافة تكون قصيرة، بدل ما تكون ما تكون شهر ياخذ 15 يوم 14 يوم. هذا بالنسبة لرحلتهم الأولية على البر يعني. رحلتهم من صور إلى أفريقيا. زين. تمام. طيب وكيف العبرية تقول هي كيف يتفق؟ العبرية يتقسموا إذا كان عندهم 20-30 حرم يخلون في الغرفة تحت وطني مثل اقول لك خشب كبار تحت هالمكان. الهن ايوه تحت سموه الشتري. أيه. تحت الشتري. نعم. الهن ايضا حمام. تحت لمناك يظل حايته موجوده. تمام. اما الاكل والشرب فمنهن النساء بعض منهن يدوخن البحر ما اكلهن غليل. أيه. وبعض منهن ياكلن. نعم. لان تدري البحر اذا واحد يزوع ويسوي له وعاء اللي مضاري ولا ضاري ياكل. نعم. فاما الرجال
حاله بحال اي رجال يعني، وين نشوف له مكان مناسب نجلس فيه. وكل واحد جاي بسحارته، كل حد بسحارته وكل حد بفراشه ايضا، حقيبه السفر والفراش ويأمن فراشه بنفسه، يأمن فراش يكلوت فراشه بنفسه ويفرش فراشه بنفسه وكل شيء تمام، وحل النوم يقابل عمره، وحل النوم يقابل عمره. نعم. اما البحار لا، البحار هن الاوليين يقول له انا فلان بركب معك بحار. نعم. يقول له عندك شاميه؟ إذا ما عندي شاميه ولا ما بحار. الشامية مثل البشت عباهية تتسلم، هذه من الشعر الغنم أو شعر القعد اللي هي من صوف صافي، عباه بدو ما البدو أي أيوة عباه. هذه يقولي ليش اختاروه هي وتكون من الشعر؟ لأن يكون لابسنها وقت مطر، ولما الشعر يجي على المطر ما يتخرس مثل القطن، ينفضها ويلبسها مرة ثانية تعطيه دفوة، تعطيه دفوة هذه السباعية، فيكون البحر فيه برد، يكون فيه عواصف، تكون فيه امطار، فدائما تكون عن طربال عن حاجه شاميه لازم تكون البحار موجوده. هذه اهم عدله، اهم عدله البحار. والرحله لازم يكون فيها ايضا استاذ، استاذ اكثر شيء اثنين يوصلوا لي اثنين، لازم يكون فيها استاذ، لازم يكون فيها طباخ، لازم يكون فيها وليد، وليدات اثنين، لكن هو اكثر من وليد، واحد وليد ما شوه، واحد وليد يامروا عليه يقول هات شربه، جيب الحاجه فلانيه، جيب الحاجه فلانيه، على يكونوا شباب صغار، شباب صغار. تمام. هذول في نفس الشباب صغار يتعلموا، يتعلموا هذا الصغير يتعلم، يعلم الكبير كيف يسوي في البحر. اول تدريج اول ما يسافر الوليد، يسافر وليد شربه يسموه، يتعلم البحر كيف الربط وكيف من تعلم يرغوه، شوف الترغية يعني المهنة الإدارية، يرجع إلى وليد سنبوك مثل الماشو، هذا مال لبس يسموه لبس، يسوي الغص ويحرس السنبوك لما توصل البر، من بعد ما وليد سنبوك سافر سنتين يركب بحار تدريجيا، يعني ما بعيدة هالولد يوم ليام يصبح حتى نوخذة، ممكن ممكن يصبح نوخذة، ممكن يصير متقدمي، ممكن حسب شطارة الإنسان. في ناس الحين بحرية لا مبكنه واحد، نعم، بحال بحار زين ياخذوه بتقدمه اكثر من لازم، نعم، بحار المتوسط متوسط، نعم، البحار شويه اللي هو كل حد بطريقته، نعم. ممكن السفينه تطلع من صور او اي مكان في عمان وبتمشي الى البصره وهي بحذا الساحل، ما بعيده كثير عنها، ما بعيده، ايوه توصل، وبتطلع من البصره، نعم، وبيكون يمكن على يسارها فارس، فارس إيران. لا فارس ايران وبر الهند لين ما توصل الهند، الهند نعم، بعد كذا ممكن هو يبقى من الهند الى صور، الى مومباسا، الى مومباسا لازم خطا، هذه اللي هي راح تكون في نص البحر، أيوة، ما راح يشوف بر، ايوه بر لايام طويله، طيب فعلا من مومباسا ممكن يرد لهني، ممكن. طيب في كل هذه الرحلة وهذه الدائرة الكبيرة جدا، يعني مفروض أن فيها نظرة اقتصادية، نظرة تجارية، ما يخسر هذا التعب كله، إيش يشل مني وإيش يحطني، إيش يشل مني وإيش يحطني، أيوة. طلع منصور، نعم، إيش يشل معه مني رايح البصرة؟ يبى البصرة يشيل قندلة، بيشيل قندلة، نعم، باع القندلة، باع القندل في البصرة، نعم، إيش يشل من البصرة؟ تمر، تمر، نعم، مش الهند، مش الهند، ولا ياب هني العمان، زين، يجي عمان على افتراض اذا كان يبي افريقيا، اذا مشى ما يروح الهند الا اذا حصل نول، يعني ما اشتري تمر، حصل نول يروح للهند، تمام، نزل تمره في الهند نول. او جابه هنا، نعم، باعه، نعم، باعه، نعم، ايش يشل من الهند الى، لا، من باع تمره مني، ايه، يروح اليازر، بر اليازر، زين، يشيل اسماك مجففه اللي هي الكنعد، ايه، يشيل اليريور اللي هو عليه، تمام، يشيل للهند، يبيع ايضا في الهند، من باع في الهند اذا يريد يرجع هني، يا بسكر شاحن من الهند، يا بعيش، يا بالاشياء اللي هي، يا بهدوم، يا بصليط، الاشياء اللي تكون مستهلكه هني في البلد، تمام، ما يريد سافر من منبي راح كالكوت، النول موجود في كالكوت 24 ساعه اللي هو الكبري، تمام، لما بيروح المنباسة وطلع من منباسة أو زنجبار يبع عمان، إيش يجيب؟ من منباسة لما يجي منباسة يروح زنجبار، منباسة يبيع فيه السمك، يروح زنجبار، من زنجبار يشتري اللي هو قندل الحطب،
يشتري كم كورية معروف هناك يعني كذا كذا كورية، بالإضافة إلى السمن أن الصومالي يجيبوا من البنادر يجيبوا سمن هناك سموا سمن بنادري، فيجيبوا سمن يشتري القهوة البن أيضا ما عندهم، ويجيب أحيانا يكون عيش أفريقي لكن ما بيلي هناك ما بيلي هناك الناتج، بس هذا اللي يجيبه سمن وبن وحطب، حطب ترى هذا معروف اللي بيه تمام. وأعتقد من المحطات أيضا اليمن عدن وحضرموت هذا أيضا من محطاتكم كانت؟ حن لا حن كانت هذه المكان اللي تشوفه اللي أنا أكلمك منه هذا محط الهالكويت. هالكويت بعد سفرة كانوا مثلنا يسافروا عندهم أبواب صح، ولما يجوا هني هذه منطقة استراحة 7 أيام يقعدوا بعد أنا لما يجوا من أفريقيا محطتهم هني يقعدوا 7 أيام يتزودوا بالماء يتزودوا بالحطب مثل ما أقول لك يتزودوا أي شيء قاصر لهم يكونوا موجودين وينطلقوا مني يروحوا الكويت. هذه الغبة يسموها غبة الموت. هيش غبة الموت؟ يدوق عليهم الهواء مني يابتنهم الهواء الجنوبي اللي هو الكوس ماخذين 14 يوم، لكن إلي كويت يمكن ياخذ 20 يوم يكون الهواء بعكسه. نعم نعم نعم. حلو فضل. الحديث طيب وانت أطيب وحن وقتنا يعني تقريبا خلص يا هلا مرحبا. يعني قلنا شيء واللي ما قلناه أكثر يعطيك أنا لك. أعرف وأعرف أن في ذاكرتكم أشياء كثيرة جزاك الله خير وتعرضتوا لتعب. نعم. والله إذا كانت بالقصة قصة التعرض وايد أنا بنفسي متعرضين للخطر أشرفنا على الموت وهذه ذات ريحة ذاك شيء ثاني يعني نقدر نقول يمكن الحين ما في وقت ناخذ قصص لكن أعتقد اللي هي مسببات الخطر في البحر الموج والريح. مسببات الخطر الموج والريح لكن عندنا نوخذة اللي يتصرف صح تنقي السفينة. النوخذة اللي ما يتصرف صح السفينة تروح. نعم. ومثل ما اليوم أهم يعني شيء اعتماد على النوخذة. نعم. الله يعطيك الصحة والعافية. وأنت كذلك الله يعطيك. نوخذة أبو محمد علي بن محمد الغيلاني. نعم جزاك الله. 7 عام. يعطيك العافية. ما قصرت. والنعم بيك. وأنا أعرف عندك كثير بعد. يعطيك العافية وبارك الله فيك. ويا رب يكون نلتقي فيك مرة ثانية وناخذ البقية من الحديث. يا هلا مرحبا أنا مستعد لأي وقت.